اسمي سعيد عطيه. مروان محمد سعيد. سعيد الرئيس، إن القتل العمد كما هو إزهاق روح إنسان آخر بدون وجه حق، وأن الهدف من التجريم هو حماية حق الإنسان في الحياة. سيدي الرئيس، قبل الخوض في موضوع القضية دفاعاً ودفوع، يحضرنا في هذا المقام قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى جانب الركن المادي، فالركن المعنوي للجريمة سيدي الرئيس هو القتل الجنائي من وراء ارتكابها. نعم، سنكون صرحاء أشد ما تكون الصراحة حتى ولو كانت موجعة للبعض، وذلك لأننا وحتى هذه اللحظات كنا نعتقد أن صوت الحق سيكون وأن المصلحة العليا ستكون. يا سيدي الرئيس، أخلص إلى طلب الحكم لموكلي، أولا ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. نحن اليوم في حضور المحكمة السورية التي قام بها طلبة سنة رابعة الذين يتعدون حدود 25 طالبة، أغلبهم طالبات، ممكن حدود طالب واحد منتسم. المحكمة السورية هي نوع من التدريب العملي للطلبة، المحكمة السورية في إطار المسابقة بين الفروع التعليمية، كلية القانون بجامعة صبراتة اللي تقعد في زوارة، وكلية القانون سلطن، كلية الأمنية، كلية قانون صرمان. الأداء كان رائع، الطلبة جسدوا واقعة قتل، كانت المرافعة ممتازة، كانت رئيس المحكمة أدى دور رائع، كان الحضور رائع. الشكر موصول لإدارة المحكمة العالية للعلوم والتقنية لاحتضان هذه المحكمة السورية، وبالتوفيق إن شاء الله لأبناء الطلاب، ونتمنى نجدهم في الواقع العملي يقومون بدورهم على أكمل وجه. جسد الدور رئيس الدائرة في المحكمة السورية كلية القانون قاعات زوارة، وكانت تجربة فعلا رائعة واستفدت منها هلبة الحقيقة، ونشكر جميع الأساتذة اللي قرونا واللي ساعدونا للوصول لهذا المستوى، ونتمنى كل توفيق لكامل زملائي اللي معاي. أحسنتم، نصفق لكم. صورته دخل الاستاذ.